وقد أخرج الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن الجوزي عن جبير ابن نفير أنه لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فحن بعضهم إلى بعض، فرق بين الأم وابنها وبين الولد وأبيه والقريب وقريبه والصاحب وصاحبه، فحن بعضهم إلى بعض. قال جبير: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا ناحية يبكي، فقلت: يا لله العجب، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال: يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة عالية لهم الملك، إذ عصوا الله تبارك وتعالى فأصارهم إلى ما ترى، فلنبكي على علم الله فينا، فإنه ما ذل قوم بعد عز إلا بمعصيتهم لربهم ومخالفتهم لنبيهم، والنعمة صيد والشكر قيد، وما قيدت نعمة في فناء بمثل الشكر، والشكر اعتراف بالنعمة باطنا ولهج بالثناء على المنعم بها والمسديها باللسان ظاهرا وتصريفها في مرضات الذي أنعم عليك بها. أنعم الله رب العالمين عليك بالإسلام العظيم، فهل شكرت الله على نعمة الإسلام؟ أهل الكفر كالأنعام، بل هم أضل، لا يراعون عرضا ولا يعرفون شرفا ولا يتورعون عن ظلم، يسفكون الدماء، يخربون الدور، ينهبون الثروات، يعتدون على الشعوب، يذلون الناس، وأنتم أهل الإسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرمكم الله بدينه الحنيف ونبيه الشريف ووحيه المنزل، فهل شكرتم الله على ذلك؟ ألا إن الإنسان قد يطول به عمره لا يدور بخلده مرة واحدة في عمر استطال أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها من نعمة